لعل أثمن هدية يمكن أن تقدم للأم في عيدها هي البر والمودة والرحمة التي أوصت بها جميع الأديان السماوية، إذ أن للأم قيمة لا تقارن بأي شخص آخر في الحياة. وفي الأردن تتواصل الاحتفالات بهذه المناسبة كل يوم وفي كل مكان. عدسة نورسات غطت خلال الأيام الماضية عدداً من هذه الاحتفالات. التفاصيل في هذا التقرير. لأن الأم عطاء وتضحية ونجاح، وتقديراً لهذا العطاء المقدس فهي تستحق منا الوفاء والامتنان والشكر على ما تقوم به من جهد متواصل بصمت كامل دون مقابل، سواء بين أفراد عائلتها أو من خلال نشاطاتها ومشاركاتها بدعم المحتاجين داخل المجتمع المحلي. ومن هنا وفي غمرة الاحتفالات هذه الأيام بعيد الأم، أقامت مجموعة أخوية حاملات الطيب التابعة لكنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في الصوفية، وبرعاية الرئيسة الفخرية للمجموعة السيدة تيماء قعوار وراعي الكنيسة الأب الدكتور إبراهيم دبور، حفلها السنوية بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل الناس يعود ريعه للفقراء وللعائلات المستورة. هذه المجموعة هدفها الأول والأخير هو عمل المحبة، ريع هذه الاحتفالات كلها بيكون لتوزيع على الفقراء والمحتاجين والعائلات المستورة، لأنه بيحاولوا أنه يمارسوا كلمات الكتاب المقدس عمليا، لأنه يعقوب الرسول يقول أرني إيمانك وأنا بأعمالي أريك إيماني. الستات بيساعدوا عائلات كثيرة محتاجة بغض النظر عن الدين والجنس والنوع واللون والأصل والفصل وبقدر المستطاع. تخلل الاحتفال الذي شاركت به عدد من سيدات المجتمع المحلي تقديم إفطار خيري وفقرات فنية وموسيقية، كما جرى في الختام تكريم عدد من الأمهات من الأخوية اللواتي غرسن بصمات طيبة في المجتمع ولازلنا يواصلن على الخدمة والعطاء في كل وجوه الخير. جاي العياد الفصح المجيدي، فمنحب انه يشتركوا كل العيال هاي المحتاجه يكونوا مبسوطين فيها ونساعدهم كلهم، لانه نحن عندنا مسيحيتنا مسيح حب محبه بيعلمنا نحب كلنا مع بعض. ونحن كل سنه مثل هذا الوقت بنحب نكرم الاميات ونعمل هذا الفطور التقشفي بمناسبه عيد الام بمناسبه عيد الفصح المجيد، وان شاء الله بتنعادوا عليها كلكم بالصحه والسلامه ونكون كلنا ايد واحده. انا اللي سنين برعى هذا الاحتفال بالنيابة عن أمي الوالدة وداد خوري، هي اللي بدت هذه الرعاية الله يرحمها، وأنا كملت المسيرة بدالها يعني، وبرعى كل سنة وبنساعد وبنحب نساعد حاملات الطيب عشان كل عملهم للخير وللناس الفقراء بالأردن، وبيساعدوا الناس اللي عن جد محتاجة من كل الطوائف ومن كل الأديان. شكرا. دخلت جنة عدن. وفي ذات السياق وبرعاية الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن، أقامت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم السماق حفل إفطار خيري بمناسبة عيد الأم. حضره النائب البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في القدس المطران ياسر العياش، والأرشمندريت الأب الدكتور بسام شحاتيت النائب الأسقفي للروم الكاثوليك في الأردن وعدد من المدعوين، حيث أقيمت خلال الحفل الذي يعود ريعه للأسر العفيفة فقرات ترفيهية وثقافية وغنائية. نحب نعيد أمهاتنا وأمهات كل الكشاف وأمهات كل جميع في الأردن وفي العالم يا رب، نتمنى لهم سنة سعيدة تكون عليهم وعلى الجميع. شكراً لكم كثير ونشكر قناة نورسات. إحنا اليوم كنا بالفطور الخيري السنوي المعتادة عليه مجموعتنا بكل سنة بمناسبة عيد الأم، وكان هذا الحفل الخيري كان ريعه رايح لدعم عدد من العائلات المحتاجة، والجزء الثاني من ريعه هو دعم لمقر المجموعة اللي عندنا عم نعمله بمطرانية الروم الكاثوليك.
وأول إشي نحب نشكر الدكتورة باسمة السمعان مديرة فضائية نورسات على رعايتها هذا الحفل، ومنشكر الفنانة نانسي بيترو والفنان توفيق الدلو والكوميديان فارس حدادين لزينوا فطورنا بأبهى صورة. وفي الختام جرى تكريم راعية الحفل الدكتورة السمعان والفعاليات المشاركة، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. وفي غمرة الاحتفالات بعيد الأم، نظمت كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس ممثلة براعيها قدس الأب بنيامين شمعون أمسية روحية حضرتها أكثر من 400 سيدة. وقدم الأب شمعون خلال اللقاء تأملات حول حياة نساء العهد القديم اللواتي ورد ذكرهن في الكتاب المقدس، وحول المرأة الفاضلة، مشيرا أن السيدة العذراء هي أعظم النساء، داعيا الجميع إلى التأمل في حياتها التي قضتها على الأرض برفقة ابنها ومخلصنا يسوع المسيح. اليوم هذا الاحتفال أجى من منطلق أنه هذه الأم اللي تتعب خلال 365 يوم خصصنا لها هذا اليوم، نقول لها فيه شكرا لأنه أنت تتعبي، شكرا لأنه أنت تضحي وتحتملي. فهذا التكريم أجى، دعينا جميع الأمهات في الطائفة أكثر من 400 أم حتى نقول لهم شكرا على أتعابكم. ونحن دائما في كنيستنا الأم بالنسبة لنا شيء كبير وعظيم، فربنا يحفظ جميع الأمهات ويعطيهم صحة وسلامة ودائما يقدرهم حتى يقدروا يربوا الأولاد تربية مسيحية صالحة. شكرا. هذه المبادرة الأولى كانت من الكنيسة السريانية لتكريم أمهات السريان. أنا بشكر الأبونا على هذه الفكرة بنيامين، وبشكر لجنة سيدات الكنيسة اللي تعاونوا مع أبونا بالترتيب وبالإيفنت هذا كليات النشاط. فأنا بتمنى لكل الأمهات يكونوا قدوة لأولادهم حتى ننشئ جيل صالح محب للكنيسة، ويكون نفتخر فيه جيل مثقف علمياً واجتماعياً. واشتمل اللقاء على عرض فيلم قصير حول عطاء الأم وتضحياتها بين أسرتها ومجتمعها. وفي مركز الحسين الثقافي بعمان، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أقامت مديرية الجمارك احتفالاً بعيد الأم الذي يتزامن مع ذكرى الكرامة الخالدة، حيث جاء هذا الاحتفال لإبراز دور المرأة الأردنية وما وصلت إليه من إنجاز وتقدم. ومنحتاجكم كمان توقفوا معنا وتحموا كرامتنا، لأنه أنتوا رح تضلوا سندنا زي ما نحن رح نضل مصدر كرامتكم. وهيك شاء الظرف إنه المرأة الأردنية والأم الأردنية يقترن الاحتفال فيها باحتفال كرامة واحتفال نصر. بشكركم كتير، عطائي بالشغل المفروض ما يكون متميز، المفروض هذا العطاء الطبيعي اللي كلنا نقدر نمنحه لمؤسساتنا وبلدنا. تضمن الاحتفال الذي اشتمل على فقرات شعرية وغنائية تكريم عدد من العاملات في الجمارك ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميات والسيدات المميزات في القطاعات المختلفة. هذا الاحتفال يأتي حقيقة لإبراز دور المرأة الأردنية وسيد الأردنية خاصة في دائرة الجمارك وما وصلت إليه دائرة الجمارك من إنجاز ومن تقدم. حقيقة هنالك دور كبير جدا للسيدة الأردنية في الوصول إلى هذا الإنجاز. بهذه المناسبة أغتنم الفرصة لأرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لجميع الأمهات الأردنيات وأيضا للسيدات الأردنيات أينما كنا على هذا الإنجاز وعلى دورهن في المجتمع الأردني.